مساء الخير واهلا وسهلا فيكم جميعا ببدايه الاسبوع. ان شاء الله يا رب هالاسبوع بيحمل معاه الخير والبركه وتسمعوا فيه اخبار حلوه دائما وكل شيء بتتمنوه يتحقق بهذا الاسبوع. احنا رح نكون معاكم من هلا لساعه 2 على الهواء على شاشه عمان تي في وعلى صفحاتنا على السوشيال ميديا عمان تي في كيتشن عمان تي في اوفيشال على الفيسبوك وكمان عبر راديو فن عم تسمعونا هلا اذا كنتوا بالطريق. اليوم رح يكون معنا وصفات متنوعه اكيد تفاصيلها رح تكون مع الشيف امتياز. بس بالبداية بدي أحكي لكم لما بتقدروا تشاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك بتعليقات بأسئلة بأدعية. إحنا لسه مستمرين يعني بأيام الحرب ولسه عم نسمع الأخبار السيئة ولسه عم نشوف الفيديوهات المؤلمة واللي عم توجع قلبنا. فللأسف عم نحاول إنه نمشي بحياتنا بس كل ما بنحاول نمشي خطوة بحس إنه عم نرجع لورا 10 خطوات. يعني بنحاول نحسس حالنا إنه عادي قادرين نعيش صح. نرجع لورا. أول إشي بدنا نرحب بكل حدا أكيد انضم لنا لليوم بالحلقة، وتاني إشي لساتنا بأيام فيها مشقة وفيها تعب وفيها إرهاق لأهلنا بغزة نازلين على أو داخلين على منخفض من بكرة ابتداء يعني إن شاء الله. عم بقول يا ربي عم نحضرهم اليوم هن بالخيم وبالمدارس، ما في شيء يلبسوا، ما في شيء يضغطوا فيه، ما في شيء حتى يأكلوا كويس، ما في حتى وقود يتدفوا صح. حتى خشب خلص، صاروا يحرقوا الكتب، صاروا يحرقوا الأشياء العفش الموجودة حواليهم. فالإشي اللي بمرق فيه كتير صعب اليوم. رح نضل نفس ما تعودنا دائما خلال هاي الفترة، جزء من الحلقة رح يكون من الوصفات وجزء الثاني رح يكون من الأحداث أكيد اللي بتصير عند أهلنا بغزة. وما بدنا ننسى دائما كونكم موجودين على صفحاتنا على راديو فن، نضل ندعي لهم ونضل نشوف إيش أنتم حابين تحكوا. اليوم رح نروح مبارح نزلت لكم فيديو رائعين، التكافل اللي عم بيصير عند أهلنا بغزة رائع رائع كتير كبير. أنا صراحة كنت أعمل يوم إدري بالجاج بعدين حضرت فيديو مبارح غيرت كل الوصفة لأنه كانوا هلأ لأنه ما في غاز. فهلا بتعرف الزرب هو عبارة عن حفرة كتير 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 كبيرة بيدخلوا فيها كميات من الرز وكميات من الدجاج أو اللحمة إذا متوفرة، وبيعمل فيها أكلات. فهلا كل صار يحفروا في كل مكان حفرة يعملوا فيها الأكل على الفحم، لأنه بنعرف إنه ما بتحتاج كميات فحم كتير كبيرة، هي فحم تستوي على البطيء. فاليوم رح نعمل زرب الدجاج ولكن رح نعمله إحنا بالبيت إن شاء الله. هيك الفيديو مروة لازم هلا أبعت لك إياه، مش قادر أتذكر إذا بعته موجود. موجود. لا واحد تاني هلا ببعث لك هو نفسه. اوكي فرح نعمل الزرب اليوم على الطريقه اللي كتير بسيطه اللي كتير سهله. رح نعمل وصفه ثانيه اللي هي بطاطا محشيه، ولكن هاي البطاطا رح تكون بطاطا مهروسه. حلو. ورح نعمل اخر شيء نودلز سريعه بسيطه، لانه برضه شفنا النودلز عندهم شوي منتشر وعم ما فيش شيء بدهم، اي شيء بده مي بده شويه فحم بده كذا نقدر نعمله. ولكن نعرف انه هلا الخبز صار ترند في العالم كله صح. وصفات الخبز والافكار اللي عم بيعملوها من الخبز. فرح نبلش يدينا بوصفه الزرب، نروح على المقادير على طول يعني. لزرب الدجاج بالبيت رح نحتاج دجاجتين من العز، 5 أكواب روز تايجر بسمتي، ربع كوب خل، ربع كوب صلصة بندورة مزلوم، كاتشب، ربع كوب زيت شعبان، معلقة كبيرة ملح من الكسيح، وكمان معلقة كبيرة فلفل أسود من الكسيح، ومعلقة كبيرة بهارات مشكلة، ومعلقة كبيرة بابريكا. كمان رح نحتاج معلقة كبيرة زنجبيل مفروم، معلقة كبيرة ثوم مهروس، وبطاطا وجزر وبصل. إذا أخذنا معنا أول وصفة لليوم اللي هي الزرب، بس رح نعمل الزرب اليوم بالبيت. وزي ما حكيت لكم الشيف إنه هلأ شوي منتشرة هاي الطريقة أكتر بغزة بما إنه ما عندهم كتير حطب، ما عندهم نار، ما بيحتاج حطب كتير. فطريقة الزرب هي يعني طريقة بيستوي فيها الدجاج واللحمة والأكل، بياخذ وقت على مهله يعني بس ما بيحتاج هلا بالبيت مش رح ياخذ وقت الصراحه. هلا احنا في حلقات سابقه دائما كنت اعمل لكم زرب اللحمه قليل اللي عمل بجوز مره واحده عملته قبل 4 سنين زرب الدجاج، لانه الدجاج مثلا ما بتحمريه ما بتعرفي تحمريه، اللحمه خلص بتروح صح. بالتفاصيل. بس اليوم عملت له خلطه هيك تكون سهله انه احنا يعني طلع لها لون حلو وهي عم تنطبخ. هاي وصفه كثير سهله كلياتها بتنعمل بنفس الطنجره، بيطلع طعمها كثير زاكي. رح تاخذ معاكم اذا كانت بالدجاج 45 دقيقه لساعه بالكثير على نار هاديه على النار. حلو تمام. انا هاي مثلا هلا حطيتها، جيت اليوم الحمد لله متاخره. بس بنبلش اول شيء بالرز، لانه الوصفه كلها رح تاخذ معكم تحضير فقط 5 دقائق. حلو. كلها على بعض بتاخذ وقت بالمره؟ ما بتاخذ وقت ابدا دينا. الحلو فيها انها سهله وسريعه، وانا اليوم مستخدم فيها زي ما قلت لكم الدجاج، ولكن انتم بتقدروا تستخدموا فيها لحمة
ما فكرت في شيء ثاني يعني مثلا ممكن يحطوا سمك او شيء لانه ممكن يدوب السمك ما بياخذ وقت كثير طويل. ما بيتحمل السمك هاي الحراره مليون بالمية. اول شيء بس طريقه تحضيرها هاي المره مختلفه عن المرات اللي عملت لكم اياها قبل. بالعاده كنت افرم البصل ثوم وزنجبيل اقلبهم مع الرز، لقيت انه باخذ نفس النتيجه بالطريقه اللي راح اعطيكم اياها اليوم. مروه بدي اصدير الله يخليكي، هلا بس بدي اسلق الرز سلق. انا مستخدمه، انا متخيله لا بسمتي عم بفكر تاجر المتوسط الحبي حطولي. اول شيء انا هون حطيت كميه كتير كبيره من المي، اخذت 5 أكواب من رز تاجر البسمتي. انا بعمل هون كميه كتير كبيره، لو احنا بنفترض انه انت عائلتك كتير صغيره عادي بتقدري تعملي نص دجاجه بتعملي دجاجه. انا اليوم عامله دجاجتين بالمقادير اللي اعطيتكم اياها، فنفترض اذا بدنا نعملها على دجاج بنحط كوبين ونص من الرز. انا مستخدمه رز تاجر البسمتي اللي بيربحكم زي ما بنعرف دائما $1000 نهايه الشهر و $100 كل يوم. بس خذوا الكوبون الموجود على صفحتهم ودخلوه على صفحاتهم على الفيسبوك حتى ان شاء الله تفوزوا في هذا الرقم. حلو. فبدي احط عليه ملح، بس ملح، رشه فلفل اسود هذا على الرز، ما راح اطبخه لا بصل ولا شيء. كله هذا الحكي راح اعمله مع تتبيله الدجاج. حلو. واصلا الرز راح ينطبخ مع الدجاج فراح ياخذ كل نكهه الدجاج. تمام. فانا حطيت هنا يا دينا حطيت الرز 5 أكواب مع كميه كثير وفيره من المي، ملح ورشه فلفل اسود. تقدر تحطوا هيل، عود قرفه، ورق غار اللي تنكهوا فيها الرز، بس احنا قلنا رح نطبخه مع الدجاج فراح يتنكه من الدجاج. حلو تمام. الدجاج اخذت دجاجتين هيك اليوم من العز، قلت لهم الصبح بعثت لهم هيك مسج بدي دجاجتين يا مقطعين انصاص يا مقطعين 4، بوصلوكم خلال نص ساعه اذا بتطلبوه عن طريق الابلكيشن او بتروحوا على فروع الموجوده حول المملكه 145 فرع حول المملكه. حلو. احنا بنعرف انه ان شاء الله يوم الثلاثاء شتاء. فاحنا بنعرف شتاء يعني مفتول. 100%. فانا كنت يا ملفوف يا مفتول. يختاروا. يلا ما انتم بنسمع منكم. انا بروح مع انا بصير اعطي صوتي. انا مع المفتول صح، ومروه مفتول وانا مفتول كمان. انتي بس كمان؟ معلش انا معهم. يلا بناخذ لانه في حلقه هيك وفي حلقه هيك، هن يختاروا. خبرونا شو بتحبوا. طيب دينا بدنا نبلش بهاي الوصفه. هاي الوصفه كثير زاكي، رح تعتمدوها في العزايم، رح تعتمدوها بكل تفاصيلكم. اعتقد من الوصفات اللي كثير هلا دارجه عند اهلنا بقطاع غزه زي ما حكينا، لانه كثير شفنا الحفر عم بتزيد هلا اللي عم بيعملوا عليها وبطبخوا على الفحم لعدم وجود الغاز. صح. هلا مع الاسف دينا احنا ما عم نشوف كثير فيديوهات لانه نقلوا كل الناس من الشمال للجنوب فبطلنا نشوف شيء، ولكن اكيد الوضع مؤسف جدا. احنا كلنا متاكدين انه الوضع مؤسف. بس يا رب يا رب الله يفرجها عليهم. يعني طيب مؤسف ويمكن هلا اصعب من قبل كمان يعني. اكيد اصعب لانه من قبل. صارت يعني ظروف اصعب، الاشياء لسه يمكن ببدايه الحرب لسه كانت موجوده، لسه كان في بيوت، لسه كان في ناس بخير. هلا تقريبا كل حدا صار عنده يعني شهداء، عنده مصابين. صح. اغلب الناس خسروا بيوتهم، واللي يعني بيوتهم لسه هم موجودين هم طلعوا منها واصلا نزحوا اكيد. فالوضع هلا عم بيكون اصعب، ومع المنخفض كمان الله يكون بعونهم يا رب. والله يا الله بارح كثير كثير عندنا فيديوهات رح نعرضهم. طيب نروح على تتبيله دجاج الزرب. اليوم وصفاتنا هيك خلينا نقول سهله بسيطه، مكونات موجوده ان شاء الله بالبيت، بتقدروا تعملوها بطريقه كثير حلوه. اول شيء احنا حكينا ما بنقدر نحمر الدجاج، فرح نعمل له تتبيله تطلع لونه حلو من غير تحمير. رح ناخذ اول شيء صلصه البندوره، وانا بستخدم كما تعودنا دائما صلصه البندوره من زلوم، وحكينا انه زلوم طبعا هاي الصلصه طبيعيه ما فيها اي مواد حافظه، لونها بجنن، بتعطي نكهه كمان كثير طيبه. رح اخذ دجاجتين تقريبا 3 معالق كثير كبار، اضافه انها شركه محليه اردنيه. تمام. ورح اخذ من امريكان جورمي، قلنا منتج اماراتي، احدى منتجات مجموعه شعبان، كاتشب. ليه كاتشب مع صلصه البندوره؟ رح ناخذ طعم طيب ورح ناخذ لون مميز، مش رح يكون لا غامق ولا فاتح. اخذنا كاتشب وما رح نحط لا لبن ولا ليمون ولا شيء، رح نكتفي اليوم كمان بالخل. حلو تمام. يعني مكونات هيك بسيطه كثير. فاذا يعني صلصه بندوره، كاتشب، وخل. فاذا حطينا كاتشب، حطينا صلصه بندوره، وحطينا خل، وبدي احط معاهم زيت. يمكن شعبان. بتخيل ما بتحتاج كتير تملحي او هيك، لانه اوريدي صلصه البندوره والكاتشب منكهين يعني. يعني هي الوصفه هاي بتحب البهارات، احنا بنعرف الزرب فيه بهارات، فهي الوصفه بتحب البهارات عفوا، اضافه انه انا الرز مش منكهه، فهو النكهه رح تنزل من الدجاج والبهارات رح نحطها هون. حلو. فرح نحط هلا كل دجاجه بالعاده بتاخذ معي معلقه كبيره من الملح، واحنا حكينا انه الملحات اكيد، والفلفل الاسود دائما من الكسيح. بدي احط معلقه من الفلفل الاسود، اللون المميز بدنا بابريكا، اللي مش متوفر من البهارات انسوه. رح نحط معها بهارات مشكله، هي بهاراتها قليله يعني، انا حاطه بابريكا بهارات مشكله وثوم مهروس وزنجبيل مهروس. هدول كلهم حطيتهم على تتبيله الدجاج مره ثانيه عشان تعرفوا، لانه مش رح نحط معه مي، ولاحظوا انه كميه التتبيله فيها البركه. حطيت كاتشب، صلصه بندوره،
زيت شعبان وحطيت معهم خل وملح وفلفل اسود، بابريكا بهارات مشكله، زنجبيل وثوم مهروس، هيك عشان اخذ نكهه الزنجبيل والثوم تطلع على الرز، لانه الرز انا ولا شيء عملت فيه، بس حطيت مي وفيره وسلقت فيها الرز. رح نسلقه من 5 لـ 7 دقائق، يعني رح يكون 3/4 سوا. حلو حلو، ولا انا ما تخيلت انك كثير رح تنكيها، لانه حسيت انه اللي فيها الكاتشب هيك رح يعطي طعم، بس بتخيل هلا بس انت الشيء الوحيد اللي فيه الطعم بس الكاتشب، هي بس مثلا الاشياء الثانيه انت لازم تضيفي عليها. تمام، بدي اخذ الكميه، هاي الكميه لازم يكون فيها البركه زي اللي انتم شايفينها. ليش؟ لانه رح نطبخ الدجاج مع الرز بدون ولا ذره مي ولا ذره مي، فلازم بدنا قدير يا مروه. مروه ضروري، يعني احنا هيك خلصنا الوصفه. شوفي انا مستخدمه صحه، ايه شوفي هلا احنا بنستخدم هدول الدجاجات بدنا نتبلهم كثير منيح، اذا قدرنا نتبلهم من الصبح لمثلا لنيجي نطبخها، اذا نتبلهم من الليل للصبح اذا كان عندي عزيمه بيكون كثير ممتاز. تمام، صحه وهنا، اشربي مي طيب. لا عادي، شو ما هي زي حالاتي لما تطلع البهارات، ايام هيك الواحد حلقه بوجعه. طيب شوفوا كميه السوائل او كميه الصوص اللي طلع معي هلا، هيك انا وصفتي 99% مالها جاهزه. اوكي، راح اخذ بطاطا زي ما بناخذ الزرب من اي محل احنا بناخده. عندي هون بطاطا وعندي هون جزر، تمام، راح اقلبهم شوي بالبهارات. الرز انا عندي خلص انسلق اموره، تمام. تمام، خلينا ناخذ طنجره لانه احنا راح نطبخه بطنجره، تمام، معنا احنا فحم، معنا حفره، معنا كل هاي التفاصيل. مثلا نفترض بدنا نطبخه بطنجره، هلا عشان يستوي ويعني واعطيه كانه بحفره ويستوي على البخار، لانه انا لا طابخه الدجاج، الرز بس سلقته 5 دقائق بحيث انه الحبه تتفتح ويكون مستوي نص سوا. مثلا بدي اخذ ورق الفويل اغلف فيه الطنجره يا دينا. حلو، ليه؟ لانه انا هيك بدي يعني بدي اضغط كل الشيء اللي بدي احطه هون بالطنجره بطريقه كويسه. تمام تمام، ف امورك مش تمام؟ يعني عادي، يعني عم بحاول اسلك. والله بتطمن عليها على الهواء، معك انت بتطمن عليها تحت الهواء، كيف بدي اطمن عليها؟ عن جد. لا اموري نص نص منيحه، اذا بدك تقدري تكمليها، بس طيب. انت رح تحكي كمان مش انا. طيب لا خلص، احنا اقول لكم شغله، خليني احنا بس هيك سريعا جدا، حطينا ورق الفويل، حطينا انا ورق الزبده عشان الناس اللي بتقلق من مبدا انه امتياز بتحطي الاكل مباشره على القصدير بصير وما بصير، ما في شيء بالعلم يعني اثبت انه صح ولا مش صح، بس احنا خلينا نقول الصح انه نحط ورقه الزبده عشان تفصل بيناتهم. هذا اولا، عشان مثلا ورق الفويل بيلزق فيه الدجاج، فانت راح تروح الجلد عنه هيك بتكوني ضمنتي انه الامور تمام. طيب بدنا نطلع فاصل عشان دينا وضعها صعب، بس انا ارجع احكي لكم شو عملت بالتتبيله على السريع. حطيت الدجاج، اخذت دجاجتين بس انتم بتقدروا، قلت لكم دجاجه نص دجاجه حسب عدد افراد الاسره بالبيت. حطيت في التتبيله اللي هو زنجبيل، ثوم، صلصه بندوره، كاتشب، زيت، خل، ما حطيت ليمون، ما بدي احط ليمون لاني احنا حاطين الرز مع الدجاج، وحطيت فوقيهم خلطتهم كثير مع بعض منيح، حطينا ملح، فلفل اسود، بهارات مشكله، وحطينا بابريكا عشان لون الدجاج يكون مميز. تمام، بعد هيك اخذت خلطتهم كثير منيح مع بعض، حطيت الدجاج فيه، طلع عندي من التتبيله كميه منيحه، الكميه اللي منيحه اللي انتم شايفينها انا بدي اياها بحتاجها من الصوص عشان رح يستوي عليها الدجاج، رح احطهم الجلد لتحت. هي انا اذا عشان اجيب هاي الجهه، هاي الجلد لتحت، وحطيتهم هيك كلياتهم مع بعض. وليه ما حطيت بصل؟ خلص اخذت البصله هاي اللي انا رح احطها، رح احط البطاطا. خلينا نطلع فاصل كثير صغير، بعد الفاصل بنرجع بس رح نحط الرز واقول لكم كيف رح نطبخه، وهذا الصوص ما تروحوا لاي مكان فيه، وهذا الصوص بنحتاجه يكون مع الدجاج لانه رح يستوي الدجاج عليه. اتفقنا؟ فاصل صغير ورجعين. إذن رجعنا لكم أكيد لحتى نكمل وصفاتنا ونكمل أكيد حلقتنا، وزي ما حكينا لكم إحنا رح يكون في معنا كمان فيديوهات، يعني بنحاول على قد ما بقدر نعرض لكم فيديوهات شو عم بيصير بغزة، بما إنه إحنا ما عم بيوصلنا كثير هاي الفترة أخبار، بس كلنا عم نعرف إنه هاي الفترة
عم بتكون يمكن من أصعب والله. الفترات اللي مروا فيها خلال كل هدول الأربعين يوم تقريبا. صح والله يا ديني. فعلى قد ما بنقدر رح نحاول نضل نعرض عشان نضل نذكر حالنا أنه لسه في ناس عم بتعاني وعم تتعرض للظلم وللإبادة، وكمان لسه عم نسمع أخبار مؤلمة. يعني كنا عم نحكي هلأ عن مستشفى الشفاء. صح صح، كنا عم نحكي عن مستشفى الشفاء هلأ، أنه طبعاً اليوم طلبوا منهم الصبح لهم يخلوه. عم بقرأ هلأ عم بفوت على أخبار جزئية، أعتقد كلياتنا ما عم نطلع عن الأخبار، ما عم نطلع عن السوشيال ميديا. صح. كل وقت عم نحضر يخلو أكبر مستشفى. بتعرفوا تأسيس مستشفى الشفاء هو في عام 1946، يعني حتى أقدم من تاريخ كيانهم. صح. تخيلي. صح. اليوم هي أكبر مستشفى تخدم في قطاع غزة لأنها تحتوي على كل الأقسام وفيها يعني خلينا نقول أفضل دكاترة في قطاع غزة. اليوم عم بيخلوها، تخيلوا، طلعوا الجرحى، طلعوا الناس اللي بالخداش، طلعوا الناس اللي عاملين عمليات، طلع يعني شيء. أنا بقول لهم أنا ما بقدر، يعني الواحد والله ما بقدر بالظلم. صح صح، والله على مستوى بسيط جدا الانسان ما بقدر، والله هذه قمه الظلم اللي عم بيصير فيهم. يعني بتعرفي مشاعرنا بالبدايه كانت كلها مشاعر حزن على الاشياء اللي عم نشوفها، بس هلا بلش يصير نوع من انواع الغضب. يعني مش عم نقدر نتحمل انه كل هاي الفتره لسه عم بصير كل هاي الاشياء، يعني ما عم بوقف الموضوع، الناس عم بتعاني ولسه المعاناه مستمره وعم تكبر اكثر واكثر مع الوقت. صح صح، الوضع كثير صعب. لسه في مستشفى الشفاء ضايل 120، كنت عم بقرا بالخبر 120 مريض وخمس اطباء عم بيطلعوا بيحكوا دوليا انه ارجوكم بس هدول الاشخاص هدول مش قادرين يطلعوهم، ما في حدا يطلعهم، وين يروحوا يا جماعه، وين يروحوا؟ على كل حال، وكل ادعاءاتهم اللي حكوا فيها عن مستشفى الشفاء انه هي مقر عسكري وهي كان تحتها انفاق وهي 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 محض ادعاء وافتراء وما ثبت منه ولا شيء. وطلبوا اكثر من مره مدير وزير الصحه وطلب اكثر من مره مدير مستشفى الشفاء انه جيبوا اذا بدكم لجنه دوليه تفوت وتشوفوا كل شيء، بس خلص احنا طلعنا لمرحله كل شيء بيحكوه عادي او ما حكوه عادي، خلص هن كل مكان بطل سليم منهم. على كل حال، خلينا نخلص وصفه الزر عشان نعرض الفيديوهات وتشوفوها معنا على السريع جدا. بس اعيد للناس اللي راح ينضموا لنا هلا، عم نعمل زر بالدجاج بالبيت، حطينا عندنا هون كانت دجاجه حطينا لها من الصلصه اللي عملنا لها اياها او الصوص، كان عباره عن كاتشب، حطينا معها صلصه بندوره وخل وزيت، وضفنا عليه بابريكا، ملح، فلفل اسود وزنجبيل وثوم، وقلبناهم مع بعض وبهارات مشكله. بعد ما قلبناهم مع بعض، كميه الصوص بدها تكون كبيره زي ما انتم شايفين عشان الدجاجه حيستوي على هذا الصوص هو والرز. بعدين اخذت حبات من البطاطا، حبات من البصل والجزر، وعندي الرز هون سلقته لمده 5 دقائق يدينا. حلو. من 5 إلى 7 دقائق، فالرز عندي هون تقريبا مستوي، خلينا نقول نص سوا لثلاث ارباع السوا. ليه؟ لانه هلا بدي اخذ كل النكهات، ما في داعي نقلبه مع بصل وزنجبيل. انا كنت اعمل هيك بزرب اللحمه صراحه. وخليني اقول لكم انه الانسان بضل يعلم نفسه ويغير. طبعا أكيد. هلا بده يكمل سوا الرز على البخار، راح يطلع معنا من الجاج. تمام، ولا نقطه مي، خلص السوائل الموجوده بالجاج، والجاج بضل ينزل سوائل، فعشان هيك ما راح نحط ولا شيء. راح ارجع اغطيه، هاي عندي ورقه الزبده، واغطيه كثير منيح بورق الفويل اللي انا حاطه. يعني هو السر بانه نغطيه منيح احنا عشان هو بخار. يعني من البخار، تحافظي على البخار، يعني انتم هيك بتضمنوا انه ولا ذره مي رح تطلع برا او تنشف، هي كلياتها جوا ورق الفويل. رح بعدين احطه على النار واغطيه، بده ياخذ معي على النار بالضبط من خلينا نقول ساعه بالضبط، بعد ساعه بالضبط بتقدروا تقلبوه. حلو. لانه هو بياخذ من 45 دقيقه لساعه. بس النار اللي احنا بدنا نحطه عليها هي نار هاديه، فاول 5 دقائق 10 دقائق بدها تكون عندنا عاليه، بعد هيك بدنا نخفف الحراره ونتركه على نار هاديه. لا تنسوا انه احنا حطينا الدجاج على جهه الجلد عشان الجلد رح ياخذ لون. بس هو بس ياخذ لون على بنحرق شوي، مش أوكي. زي الفرن يعني بيكون لون خفيف لطيف. حلو تمام تمام. احنا حطينا وحده على النار، انا حطيتها وحده وربع، سوري 12 وربع، رح تحتاج للوحده وربع بتكون امورها يعني من لحقها ان شاء الله. لا اكيد بنلحقها بالحلقه، وين نطلع مش وصفه ايش بدك. طيب خلينا نروح على وصفتنا التاليه، رح نعمل من البطاطا المهروسة فكرة كتير حلوة ورح نعملها زي محشية. ناخذ المقادير. لصينية البطاطا المهروسة المحشية دجاج رح نحتاج كيلو بطاطا، نص كوب طحين، بقدونس، ملح وفلفل أسود من الكسيح، ومعلقة كبيرة كركم. للحشوة رح نحتاج باكيت دجاج قلاي من العز، فلفل رومي ألوان، بصلة مفرومة، ثوم مهروس، جبنة موتزاريلا، معلقة صغيرة ملح وفلفل أسود من الكسيح، معلقة صغيرة بهارات مشكلة، وربع كوب كريمة.
إذا أخذنا الثاني وصفة وهلا رح نبلش نطبقها مع بعض. وبدي أذكركم كمان إنه أكيد تقدر تكتبوا لنا دعواتكم على صفحاتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن، عمان تي في أوفيشال، بتلاقوا الحلقة على اللايف. وكمان إذا ما انضمتونا من البداية بدكم تمشوا معنا خطوة بخطوة، الحلقات بضلوا موجودين، بتقدروا ترجعوا لهم أكيد بأي وقت لحتى تشوفوهم وتشوفوا تفاصيل وصفاتنا. تمام. اول شيء بنعمل الحشوه، لانه الوصفه ما بتتخيلوا قد ايه سهله وما بتتخيلوا قد ايه مقاديرها بسيطه. عندي هنا انا كيلو من البطاطا المسلوقه، سلقتها كثير منيح لاستوت، بس بدي عشان ابلش بالحشوه عشان تخلص معي. انا بستخدم بهاي الحشوه اليوم دجاج القلايه. حلو. دجاج القلايه هو من صدر الدجاج مقطع كثير صغير، ما في داعي انتم تقطعوه، انا بجيبه فروزن الصراحه، حطيته بالفريزر اليوم الصبح بس كان بدي استخدمه، بس طلعته من الفريزر لدعب وجاهز، ما في داعي لا تغسله، هو جاي مغسول معقم مفروم جاهز، بس من الباكيت استخدمه على طول. احلى. اوكي تمام. كل باكيت فيه كميه، انا راح اخذ باكيتين عشان يعني يكون عندي تقريبا نص كيلو. يعني تصوري انت بدك تجيبيهم وانت تنطفي وتعقمي وتفرمي كثير صغير. لا 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 الصراحة العز عندهم أفكار رائعة جدا. يعني الصراحة من الجاج تعودوا، تفاصيلهم دائما تتطور وبتكبر، وأنا هذا اللي بحبه فيهم. طيب بس بدي أقلب الجاج ليستوي. بهذا الوقت بدنا نعمل العجينة اللي بدنا نعملها من البطاطا. أول شيء أخذت هنا بطاطا مهروسة ستويتها كثير منيح، وبعدين رح أحط عليها، بفضل لو كانت كمان شوي مهروسة أكثر. طيب رح نحط عليها ولا إشي غير ملح. حلو. يعني بدنا ننكهها بس بملح وفلفل اسود. تمام. وراح احط معاها بقدونس. بعدين بدي اهرسها كثير منيح، وما عاد ما اهرسها بدنا نضيف عليها طحين، بس كميه الطحين اللي انا ضايفتها على البطاطا اعتقد شفتوها هي كميه بسيطه جدا، لاني بدي تكون الكميه الاكثر هي بطاطا. الناس اللي عندهم حساسيه مثلا جلوتين من الطحين من القمح عموما عفوا، بتقدروا تحطوا مكانها نشا الذره، او بتقدروا تحطوا معها طحين الذره. حلو. تمام تمام تمام. بس انا هي بدي اهرسها يعني، بس عشان اورجيهم بدي ابلش اشكل فيها، بس نشكل وحده بعد الفاصل على طول بنعملهم الحشوه. تمام. اظن البطاطا يعني معشوقه الكل، كل حدا بحب البطاطا بكل طرقها خصوصا المهروسه. يعني اسمعوا هلا البطاطا بدي اقول لكم شغله، البطاطا اللي موجوده بالسوق هلا بسموها بطاطا التخزين. شو يعني بطاطا التخزين؟ هي ما في موسم بطاطا هلا. صح. هلا بلشوا يزرعوا البطاطا عشان مثلا 3 اشهر 4 اشهر تطلع البطاطا الجديده خلينا نقول. فبتلاقوها بتنبت، بتصير عليها البراعم الصغيره، بتصير بتشوفوا فيها ورق، بتشوفوها تاخذ لون بالزيت بس ما بتستوي. فرح نعمل حلقه كيف نعمل انواع من البطاطا المقليه من غير ما تضطري. هلا انا هيك امورها تمام، بدنا نبلش نشكل فيها، بس بدي اضيف عليها عشان تمسك وما تفرط معي بالخبز نص كوب على الكيلو البطاطا. حلو. وايش نكهتها؟ فقط بفلفل اسود من الكسيح وملح. تمام. هلا شايفي انا عندي اي صينيه، لانه الكميه انا كبرت الصينيه، كنت استخدم البايركس بس كبرت الصينيه. هلا بعد الفاصل رح اورجيكم كيف رح نشكلهم وكيف رح نحشيهم بالحشوه ان شاء الله بس تكون جاهزه. تمام. اذا لازم تضلكم متابعينا، رح نرجع لكم بعد الفاصل. إذن رجعنا لكم لحتى نكمل باقي وصفاتنا. أكيد عملنا البطاطا، هرسناها وبهرناها، وهلأ شو بدك تعملي فيها؟ هلأ أنا بس بدي أحكي لكم سريعا جدا جدا إيش عملت. حطيت اللي هو البطاطا المسلوقة وهي سخنة، لازم نهرسها وهي سخنة. حطيت معها شوي بقدونس، أنا يا الله كنت لازم أحط كركم بس الصراحة نسيت. وحطيت معها ملح فلفل أسود، كركم بس عشان اللون، ما في مش لإشي ولا نكهة. حطيت ملح فلفل أسود، بعد ما هرستها حطيت معها نص كوب طحين عشان تمسك شوي لما أجي أشكلها. بصينية عملتهم زي كرات كبيرة شوي، بتقدروا تعملوهم بنفس الصينية وتقدموهم بنفس الصينية، أنا ممكن ما أقدمهم نفس الصينية عشان هيك عملتهم بصينية تانية. رح اورجيكم كيف بدنا نصير فيها هلا حشوه. تمام. اوكي انت هلا بس عم بتشكليهم بدك تحشيهم. بس رح تكون القصه شوي غريبه هلا. أوكي. بقول لك ايش رح نعمل. بدي اخلي هاي الطبقه ثانيه اورجيكم، بدي اعملهم صينيه، يعني هدول رح ينحشوا واللي رح يضلوا الكميه الضايله عندي رح اعملهم صينيه. اوكي حلو. يعني بتقدري تعمليهم هيك وتعمليهم هيك. تمام. خلص انا هيك خلصهم، بس ازيد اكبر، بكبرهم شوي عشان يطلع منظرهم، كل وحده تكفي لشخص. والله بتخيل منظرهم بعد الشوي رح يطلع بجنن. هلا بتشوفيهم. تمام. انا هيك خلصت البطاطا، لسه ما شكلناها احنا، هيك بس لازم تكون كرات الحشوه. نرجع الحشوه سريعا. حطيت البصله وحطيت عليها اللي هو دجاج القلايه من العز، اخذ لون لطيف بسيط. رح احط عليها سريعا فلفل رومي الوان،
عشان نعطيها هيك قيمه غذائيه اكثر وطعم اكثر. رح احط عليها برضو بهارات. اليوم انا مش مكثره كثير بالبهارات اكل، اكتشفت انه البهارات اللي كثير بتضيع طعم الاكل. اه طبعا، فاذا يعني بتلاحظي صرت اخفف، زمان كنت احط كثير. رح احط عليها كميه منيحه من الفلفل الاسود وشوي من البهارات المشكله. انا ما حطيت صراحه شوي ثوم، انا دائما الثوم مع الدجاج بحبه لانه بضيع اي زنخه موجوده مع الدجاج. حلو هيك الحشوه مستويه، كل شيء فيها مستوي. يعني فلفل رومي بس دقيقه واحده، خلص اموره 100 100. رح اخذ يا معلقتين ثلاث معالق من الجبنه الكريميه يا من نفس جبنه الموتزاريلا، برضه ما بدي اقيدكم. اوكي يا بحط كريمه يا بحط اربع معالق من الجبنه الكريميه اللي هو جبنه الدهن اللي بتعمل فيها سندويشات للاولاد، اللي هي مثلثات مربعات الكاسات، اي نوع جبنه عندكم عشان الحشوه ما تنشف فقط. حلو. في هاي الفكره منها انه الحشوه ما تنشف. انا هيك حشوتي صارت جاهزه، حبات البطاطا عندي جاهزه. بدنا ناخذ اي كاسه موجوده عندنا. اوكي بدي ابلها بمي دينا. حلو بعدين على كل وحده، هاي كثير كبيره راح تطلع لنا الحبه اصغر شوي، فبدنا شيء اصغر شوي. هاي او هاي عشان بدي اياها تعمل زي حفره في البطاطا. هاي منيحه. وهاي هاي هاي لا هاي احسن. اوكي خلاص خلينا نبلها شوي بالمي، يعني نحاول انه حبه او حبه البطاطا تكون اصغر من الشيء من القاعده اللي بدك تحطيها فيها الصحن. أوكي. او هذا بعدين طلعوه، بدي اضغط عليها هيك. اوكي تمام هيها عشان تصير عندي بهذا الشكل. عرفتي؟ بدي اعبي شوي مي عشان كل وحده بدي احطها، بدي احط على الكاسه مي عشان ما تلزق بحبه البطاطا. حلو تمام هيك عشان نحشيها. بس قبل ما اعمل كل هذا الحكي عشان هيك حطيتهم بصينيه، شايفين كيف؟ اوكي هيها. وعشان هيك حطينا الطحين عشان الطحين يمسك فيها بطريقه هيك انه ما تفلت كثير لحبات البطاطا. حلو تمام تمام. وانا بسويهم خلينا ناخذ الوصفه الاخيره لانها نودل سريعه بسيطه برضو. يلا للنودلز بالخضار رح نحتاج 4 باكيتات نودلز بالخضار من كيلوكس، بصل، جزر مبشور، بروكلي، فطر، كوسة مبشورة، ربع كوب صويا صوص وزنجبيل، كوب مي، معلقة كبيرة نشا من الكسيح وربع كوب كاتشب. إذا رجعنا لكم رح نعمل آخر وصفة اللي هي النودلز. معروف قد النودلز سهل وموجود ومتوفر حتى بحالات الحروب، لأنه هو كمان إشي يعني زي المعلبات بتخزن وبضل عنا موجود لفترة طويلة، وطريقة شغله ما بدها إشي، يعني كتير سهلة وبسيطة مليون بالمية. بتعرف أنه أنا الزرب تقريبا جهز، إحنا أنا حطيته على 12 وربع ضايله 5 دقايق بس، بدي أوطي عليه النار بالضبط بيكون له ساعة، فعشان نسكبه وبتقدروا تشموا ريحته بس يبلش ينحرق. 100% يعني بيقدروا يشموا ريحه شعطه الدجاج. انا ايام انا شوي بشعطها لانه تاخذ لون. بالعكس حلو. بياخذ لون حلو وطعم طيب كمان. بدنا ناخذ من الحشوه اللي عندي. حلو منظرهم، طلعوا كيف راح يكون منظرهم. بيطلعوا لطيف وحلو ومختلف. عم بيطلع لنا على الشاشه دينا اللي هو الجزيره. احنا بنعرف انه كثير في من المنظفات اللي حضرناها مع الاسف شفنا ايش عم بيصير كيف بدعموا كل هاي التفاصيل. اليوم احنا صرنا نحكي انه المنتجات المحليه اساس الدعم. سبحان الله كل شيء بيصير في هاي الدنيا لها خير ما. فعشان هيك منتجات الجزيره متوفره بكل الاسواق الاردنيه، سعرها كثير مناسب، جودتها كثير عاليه. انا مع انكم تستخدموها وتجربوها. صح. ومتوفره بكل مكان. صح. تمام. شوفوا اسمعوا كثير فكرتها حلوه. كثير والله حبيت. هلا ممكن تقدموها بنفس الصينيه، انا كنت رح اعملها بالباركس بس حسيت رح تطلع الكميه قليله. وانا بحب اعمل كميات اكبر، بس لما تبرد شوي بتقدروا عادي تنقلوها من صينيه لصينيه. حلو. بس وهن سخنين هلا، بس لانه رح يفوتوا على الفرن 10 دقائق عشان يمسكوا بعض. احنا حطينا طحين عشان تمسك بعض، يعني تمسك هاي لانها زي ما هي، ورح نحط لها جبنه على الوجه والجبنه راح ندوبها يعني تاخذ ككمان منظر حلو. وتخيلوا الحشوه لحالها بتقدروا تعملوها وتصدقي مع سندويشه هاي الحشوه. بالضبط هذا بدي اقول لك اياه، انه الحشوه لحالها كثير طيبه وكثير بزبط طعمها مع البطاطا. كثير هلا بيقدروا يستخدموا عصير طعمها مع البطاطا. برافو ذكرتيني بشغله. بيقدروا تستخدموا لحمه مفرومه، بتقدر تستخدموا دجاج مسلوق كان بايت عندكم قبل بيوم
او دجاج مشوي انكم تفسخوه وتستخدموه، يعني تقدروا الحشوه تلعبوا فيها باللي بدكم اياه، اذا ما كان عندكم حتى دجاج ولحمه بتقدروا تحطوا خضره مثلا صح. يعني تفننوا بالحشوه، يعني انا بس حكيت لكم يعني الفكره كيف راح تكون. حتى لحمه مفرومه على فكره بتطلع طيب معها بتخيل. لا كثير كثير بتطلع طيب. طيب خلينا طيب ناخذ بس فاصل شو بدنا نعمل. بس بدي احط جبنه موتزاريلا، الفرن شاعل عندي على حراره 180 بس من فوق، بدنا ندوب الجبنه وتمسك حالها شوي فقط. يا سلام. تمام، بعد هيك رح تشوفوها كيف لما تجهز ان شاء الله. تمام، اذا ان شاء الله رح نشوف النتيجه بعد الفاصل، فخليكم معنا. رجعنا لكم اكيد مكملين معاكم بحلقتنا وبوصفاتنا، فخليكم متابعينا. احنا كمان بدي اذكركم انه معاكم عبر شاشه عمان تي في، عبر راديو فن، وعبر صفحاتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن، عمان تي في اوفيشال. بتقدروا تكتبوا لنا اسئلتكم على وصفات اليوم، وكمان اذا عندكم طلبات انا عم بشوف طلبات هلا رح احكي لك اياهم كمان. وكمان برضه احنا مستمرين بانه ندعي لاهلنا بغزه ولاحبابنا اللي هم يعني عم بيعانوا، هم تحت الضغوط عم بيعيشوا بحرب صعبه جدا وبظلم كثير كبير. اللي احنا كنا عم نحكي هلا قد ايه صعب الواحد يتقبل الظلم ويتحمله لهالفتره هالطويله. يعني صعب 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 والله، الظلم صعب وتعبوا تعبوا تعبوا, تعبوا ما ضل شيء. يعني هدموا البنيه التحتيه بنسبه 70 80%، اكثر من 70% من بيوتهم انهدمت، يعني اللي هي البنايات السكنيه. صح. اخر دراسه 70%. اليوم الاطفال تعدوا 6000، في منهم 3000 مفقودين. الشهداء يا جماعه تجاوزوا ال 11000، غير الناس المفقوده تحت الهدم لانهم مش عم بيقدروا يطلعوهم. خلينا نقول القطاع الطبي كله طلع عن الخدمه كامل بدون استثناء، وحتى اليوم بنشوف انه اكبر مستشفى في قطاع غزه خلص يعني اخلوه، صار اعتبروه منطقه حرب. يعني الوضع مأساوي. يعني قد ايه سمعت عن حروب في حياتي، قد ايه قرات عن حروب بحياتي، قد ايه التفاصيل، ما عمري سمعت انه مستشفى قصفت في اي حرب ضد اي بلد ضد اي بلد. فعلا فعلا فعلا، يعني من اصعب الاشياء اللي عم نسمعها، اشياء احيانا العقل ما عم بيصدق انها عن جد عم بتصير. والله العقل ما عم والله انا كلياتنا بنتمنى لو انه بحلم ونصحى من هذا الحلم دينا، بس هي هاي وكأنه بحلم بدنا نصحى من هذا الحلم، حلم كله مشقة كله تعب. واسمعي العالم كله تأثر طبعاً، العالم كله طبعاً تأثر باللي عم بيصير بأهلنا بغزة، فيعني الله يفرجها عليهم يا ربي. والله إلنا الدعاء، كل فيديو بنحضره الله بيعلم قد إيه قلوبنا بتتوجع عليهم. أي والله عقولنا يعني اللي عم بيصير قلوبنا وعقولنا ما عم تتحمله 100%. والعجز طبعاً، إنه الإنسان حاس حاله عاجز وحاس حاله إنه مقصر وحاس حاله مش قادر يعمل ولا إشي، هذا شيء بيقتلك يعني من جوا إنه أنت عاجز. والفترة يعني كتير طولت، كتير طورت، فإذا إحنا نفسياتنا عم تتحطم وهيك صار فينا، حياتنا ما رجعت زي قبل، وما أظن يعني إنها بيوم الأيام رح ترجع زي قبل. كل شيء يعني فينا تغير، نفسياتنا تغيرت، طريقة تفكيرنا تغيرت، في شغلات كتيرة وعينا وصحينا عليها ما كنا على فكرة إحنا شايفينها وما كنا واعيين عليها. صحيح. فما رح ترجع الحياة زي قبل لو شو ما صار. طيب أنا هاي الوصفة اللي هي بطاطا المهروسة المحشية بطريقة مختلفة جدا، يعني الناس بسمعونا على الراديو أنا بقول لازم عشان يعرفوا عن كيف شكلها او كيف هي لابد انكم تفوتوا وتشوفوها على السوشيال ميديا عنا على عمان تي في، طلعوا ما اجملها. انا حتى والله كنت بدي اقيمها من الصينيه بس في اجمل من هيك. لا صراحه منظرها بجنن. هلا هن عادي بتقدروا تقيموهم، رح نقيم وحده بارده وبتقدموا كل وحده بالصحن. فردت شوي البطاطا عشان هيك شفتوا كيف حطينا الطحين ليمسكها ويخليها مرتبه. هون انا بس بالفاصل الرز تقريبا عندي استوى اموره تمام، بس شو عملت؟ لونت، حطيت جزء من اللون الاحمر ما كترت لانه الرز رح ياخذ من الدجاج، حكينا ونكهه الدجاج اللي هو الزرب. بدي اورجيكم بسم الله ما شاء الله. الرز احنا حطيناه 5 دقائق بالمي، بس بدي احركه اورجيكم بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ارجع اذكركم ان انا مستخدمه رز تايجر البسمتي بالاسواق الاردنيه كامله، وانا عن جد بحب انكم تجربوا كل شيء بجربه. طلعوا الرز بجنن هذا اللون، انا بس بالاخر هلا فتحته قبل ما اسكب بشوي حطيت اللون بس عشان الون. طلعوا بس خليني اخذ جزء من الرز عشان اورجيكم اللي تحت الرز اللي كيف طالع من الدجاج. طلعي بسم الله ماخذ لون، ماخذ لون من الدجاج. تخيلوا هلا لازم تدخنوه انتم، على فكره شغله انا ما بدي انسى اني احكي لكم اياها، لابد انكم تدخنوه، يعني تحطوا له فحم بالاخر فبتحسوا انه هيك خلص 100% زي اللي احنا عاملينه بحفره 100%. طلعوا بسم الله ما شاء الله الرز يعني بجنن طالع. طلعوا
وريحه ريحه الاكل يعني كثير قويه حلوه. عشان هيك انا ما اشوف الرز ما نكهته ولا شيء، هاي اللون اللي طلع من الدجاج. هلا بنشوف الدجاج شو وضعه، بس خلينا ناخذ كل الرز على الوجه. هذا هيك اخذ ساعه على النار. بالضبط بالضبط، انا حطيته ساعه يا جماعه. حلو. بالضبط وكله مستوي والامور تمام، عشان نعرف انه هذا الوقت يعني جدا مناسب. انا بس بدي اضل اخلط الرز عشان تروح الالوان ببعض. خلطوا الالوان، شايفين اللون اللي انتم شايفينه الحلو هذا، هذا نكهه الدجاج بالتتبيل اللي احنا عملناها. هي البطاطا قدم لونه يعني معطيه لون عن جد حلو. بس نطلع حبه البطاطا اورجيهم اياها. يعني وكانه زرب معمول 100% بالبيت بالحفره يعني. عارفه كيف يعني؟ بس احنا هيك بنكون عملناه بالبيت، بما انه يعني اذا حبينا نعمل هاي الاكله وتطلع بهذا المنظر بهاي النتيجه، بس احنا جوا البيت ما عندنا حفره ما بنقدر نعمل هاي التفاصيل، نعملها بالبيت بهاي الطريقه. والله حبيتها صراحه كثير. اسمعي كثير سهله كثير بسيطه الطريقه. بدي اخلي شويه رز، ناخذ كمان حبه بطاطا. ما شاء الله البطاطا جنن طالعه، عم تتقشر وانا عم بحط فيها. 100% هذا دليل على انه دايب يعني بساعة واحدة بس على النار. هيك اموره تمام. بس اسمعوا بدي وانا اسكب فيه ناخذ الدجاجات. هلا هلا نشوف الدجاج، نشوف شو وضعهم. انا اللي شايفته انه محمر يطلعوا. يعني انا بالنسبة لي وهيك اذكى اشي على فكرة، يعني ما بقولت لهم بياخذوا على شعطة شوي. بس الصراحة ولا انهم يكونوا، لا لا اسمعوا انا كثير يعني هن مشعطين شوي صغيرة. لا لا بس بجنن يعني. بس هاي بس من هاي الجهة، بس هاي طلعوا ولا لون ولا شيء، كله طلعوا ما احلاه. والله ما توقعت انه ياخذ لون. لا طلعي، لا عن جد طالع بجنن الحمد لله. اعتقد كلنا بنتفق على انه هاي القطعه اللي ماخذ هيك شعطه خفيفه هي من اذكى الاشياء. مش كلهم، بس تنتين هذولاك ماخذين، بتكون جهه الغاز مثلا جاي عليه اكثر. بعدين طلعوا الدجاج عشان كل حدا، احنا بدون ولا ذره مي انا حطيت. ارجيكم قد ايه مستوي، يعني واضح انه كل شيء طالع دايب. بالله يطلعوا. طلع. بديش اخربهم انا كثير، تخيلوا بس دايب فعلا دجاج. بس انا بدي ارتب الصحن هلا، بس خلينا نطلع بقية نظبط اموره. الكميه كلها بسم الله ما شاء الله. انا حاطه دجاجتين في الطنجره. اوكي حلو، عرفتي كيف. هلا ولسه فيها صوص، يعني احنا بس احنا غازنا هون كهرباء. فالنار بتيجي عليه مباشره. هلا بنرجع نضبطه. هيك طالع جوسي، ما هد مع انه احنا مو حاطين مي. لا بس بدي ارجيكم على سيره احنا مو حاطين مي، طلعوا بالاخر. بس اطلع كمان هدول الجوانح طالعين كتاكيت، هيك نطلعهم. لسه بيكون ضايل عندي. طلعي الصوص. لسه هيك في صوص يعني. بالضبط شايفين. عشان احنا ما حطينا ولا ذره مي رح يستوي بهالطريقه. طلعوا هاي مثلا لونها قد ايه طالع حلو بجنن. كنت قلقانه من قصه اللون بس الصراحه لا، انا ما تخيلت جد ياخذ طلعوا مثلا. طلعوا هاي اسمعوا هدول كلهم، هذا بيكون من الصوص الملزق يعني. هلا بورجيهم اياهم وشوفوا قد ايه الدجاجه دايبه دايبه ولونها بجنن وريحه الاكله عن جد بتجنن. خلص انا هلا برتب الصحن كلياته، بس خلينا نروح نعمل على السريع النودلز. وهلا بسلم الصحن بنرتبه بطريقه كثير حلوه، بنرتب الدجاجه بطريقه كثير حلوه. هاتي نحطه على جنب عشان تقدر يعني تستغل. هذا خليه هنا عشان نرجع نشتغل عليه. طيب نروح على النودلز السريعه، لانه احنا اليوم عندي بتعرفوا النودلز انا من كيلوكس اكيد. فبقدر اعمل فيها اي وصفه سهله وسريعه. لو انا مثلا اولادي مروحين من المدرسه شو مش عارفه شو بدي اعمل لهم، على السريع بعمل النودلز من كيلوكس. زي ما قلنا لكم هي منتج مصري. تمام تمام، فهي فكرتها حلوه. انا الصراحه بحب لما تدخلي هاي. اوكي انت بدك تعمليها، خلينا ناخذ احنا نكهه الخضار. انا بدي اعمل اليوم نودلز بالخضار، بس نحن بنستخدم الكاري، اللحمه، الدجاج، اي نكهه بدهم اياها. هلا انا اذا شفتوا بالمقادير ما حطيت لكم ابدا ابدا اي نوع بهار، لاني راح استخدم نفس البهار اللي بيجي مع اللي جوا معها، وراح استخدم نكهه الخضار كوني انا مستخدمه بالخضار. حلو. هلا اخذت كل انواع الخضار الموجوده عندي بالبيت زياده، بس شو اللي عملت فيه قطعتها كلها شرحات مثل هيك. راح ابلش اول شيء بتوم، بدهم يحطوا لها دجاج بتزبط، بس احنا اليوم نعملها بس بالخضار. زنجبيل، وعندي ثوم مهروس. بصل قصدك بالبدايه. بصل هلا اذا عندكم زيت سمسم بيكون كثير احسن، بس انا استخدمت الزيت العادي. حلو. راح اضيف عليهم الخضروات الموجوده عندي، عندي كميه منيحه هيك من الجزر عشان يدبلوا. وراح احط معاهم الكوسه. كلهم قطعتهم انا تقطيع رفيع، هي لانه كمان النودلز رفيعه فيفضل كل شيء بس يدبلوا يضلوا مبينين. وعندي فطر وعندي بروكلي. حلو. هدول كلهم بدي احط عليهم نتوفه مي صغيره عشان ولا شيء بينزل كميه سوائل منيحه. صح تمام. خلينا ناخذ شوي كميه
مي لحتى انه يستووا بشكل اسرع. 100%. حلو. بس ما بدي، انت بتعرفي النودلز بالعاده او الاكل الاسيوي لازم الخضره تكون بتقرش. صح، ما بيكون لازم تكون بتقرش. صح. انا بدي اخذ النودلز من كيلوكس، بالعاده بتاخذ معنا دقيقتين من النار لاني عامله كميه كبيره عشان تكفي الكل. رح استخدم اليوم العلبه كامله. حلو. رح اخذ، ما رح احط معها البهارات، بس بدي لمده دقيقتين بمي مغليه على النار. حلو. طيب على هاي الكميه كم كيس رح تعملي؟ انا لانه الكميه اللي عملتها فيها البركه دائما ما بعرف اعمل كميات صغيره. بعرف انه اياما كثير الصبايا يعني امتياز قللي الكميه، اعطيت دائما خلي كل شيء للنص انتو. تمام. بس انا رح اخذ الاربع باكيتات. حلو. رح يعطيني كميه محرزه يعني بحكي مع الخضروات اللي رح استخدمها. تمام تمام. هيك رح نفضي الباكيتات والخضار اللي احنا قطعناهم، نحاول نعملهم ارتفاع او يكونوا كثير صغار. وعلى النار مع المي لحتى يستووا. والله زمان على اني اعمل المطبخ فوضى يا دي. صح زمان. على فكره يعني على سيره على سيره زمان والطلبات، في كثير ناس عم بيطلبوا منك الزيتون الاسود كيف تعمليه؟ احنا رح نعمل كل انواع الزيتون. انا نزلتهم مبدئيا كلياتهم على السوشيال ميديا، ما صورت السنه وصفات جديده، بس عملت ثلاث افكار جديده من الزيتون رح اعملكم اياها ان شاء الله. مش هذا الثلاثه، جيبوا زيتوناتكم حلوهم، ويوم الثلاثه مش بعد كم من يوم، بعد كم من يوم رح نعمل ان شاء الله مفتول. الثلاثة اللي بعدها أو الاثنين رح يكونوا حلقات مخصصين للزيتون. الزيتون أنا كنت بس بستنى أنه الوقت يروح عشان والله العظيم ما حدا إله نفسي يعمل شيء، بس ما أنت شايف الوضع، فحكينا خلاص الأسبوع الجاي. واسمعوا أنا بتعرفوني يعني ملكة الزيتون. دائما أنت بتبادري صراحة. يا الله شو بحب أعمل. تشوفي هلأ ببيتي عملته مكدوس، عملته مع خضرة، عملت الزيتون اللي هو اللي بكون مجلد شوي، عملت الزيتون الأسود الحلو، كلهم نزلت لكم يوم على السوشيال ميديا رح تلاقوهم، وعملت زيتون مع اللبنة، عملت زيتون بالجبنة، عملت كثير أنواع زيتون. زيتون مشوي ومحشي، كل هدول الأشياء رح تلاقوهم إن شاء الله. مش هذا الاثنين والثلاثة، الاثنين والثلاثة جايين، فجيبوا أنتم كميات الزيتون اللي بدكم إياها. يلا جهزوا حالكم إذا. احنا قبل ما نطلع فاصل بس الخضره شو عملت فيها؟ بلشت بس احط الكيلوكس على النار تمام، بس ينسلقوا لمده دقيقتين. وهون عندي الخضروات ما بدي احطها وقت كثير طويل، بدي اياها فقط تدبل يعني ماكسيموم خمس دقائق او اقل. بس حلو. بس لانه لازم ضل الخضار مبينه ما يروح لونها وضل فيها قرشه. 100%. بس بدي اضبط هدول واسكبهم بعد الفاصل نكمل الوصفه. اوكي، اذا احنا اكيد رح نكمل كل الوصفات لحتى تشوفوا النتائج النهائية بس بعد الفاصل. اكيد رجعنا لكم، عم نكمل معكم بوصفاتنا وبحلقتنا لليوم. وزي ما حكينا لكم انه احنا عم نعمل يعني عملنا وصفات، عملنا الزرب كيف تقدروا تعملوه بالبيت، عملنا كمان البطاطا المهروسه وحشيناها، وهلا كمان عم نعمل النودلز. وقلنا لكم كمان انه خلال حلقتنا رح نحضر او رح نشوف ونحاول نعرض فيديوهات من غزه، وهذا الفيديو تحديدا اللي رح نشوفه هلا. يعني بنحكي دائما قد ايه يمكن ما في شيء على قلب الأم أغلى من أولادها. طبعاً طبعاً. بس طبعاً. أمهات غزة مختلفين عن أي أم بالعالم. أمهات غزة دينا أعطونا دروس في المحبة. إحنا بنعتقد نحب أولادنا أكثر ناس بالدنيا، ولكن اللي بنشوفه بفيديوهات أهل غزة بنشوف قوتهم، إيمانهم، صبرهم، حتى بتوديع أولادهم الشهداء، حتى بأطفالهم الجرحى. يعني أبهرونا. كلياتنا رح نتعلم منه. أبهرونا. كلياتنا رح نتعلم منه. على كلن قبل ما نحن نشوف هذا الفيديو. هيثم وليفون صوتكم ما رح يطلع صح، لانه لو يطلع صوتهم انا احكي لكم، لانه طلعوا بس انا شلت القشر اللي زياده على يعني طلعوا ما احلاها. اعتقد انا قد ايه نزلت لكم طرق بالزرب بس كلها بطريقه مختلفه. صح. كل مره بعمل وصفات بعملها بطريقه، بس والله العظيم هذا اطيب اللي بتاخذوه بالحفره. واضح انه هاي المره غير يعني من طيب. رده فعلهم كثير طيب. انا ما بقدر اصورهم زي زمان، زمان كنا نضل نصور الكواليس والاجواء الايام هاي. والله ما الواحد ما له نفس بالمره.
بس بتحداكم يعني انا هاي الوصفه اعملوها على ضمانتي رح تزبط ساعه واحده بالضبط. انا حطيته ساعه وعشر دقائق لانه خفت الدجاج ما يكون ماخذ لون. العشر دقائق الزياده حمرت الدجاج هيو زياده. بس في ناس بحبوا يعني هيك. بس انا الصراحه بالنسبه لي بحب يكون الدجاج هيك خصوصا لما يكون شوي. احنا مش سلقينه قليينه هذا ماخذ لون من الطنجره من الصوص اللي نزل. صح. الرز بس سلقناه وحطيناه اخذ نكهه الدجاج على حراره كثير بطيئه. جربوها على طريقتي وعن جد ادعوا لي. رح نحطه هناك على جنب سريعا جدا جدا جدا. شو عملت؟ سلقت هنا الكيلوب يا جماعه بنكهه الخضروات، لكن بتقدروا تستخدموا نكهه اللحمه الدجاج اللي بدكم اياه. بس بدي اكمل الوصفه عشان نبلش نحضر الفيديوهات. حطينا هون بصل، ثوم، زنجبيل قلبناهم مع الزيت، حطينا جزر وحطينا معهم كوسه وحطينا بروكلي وفطر. بنقدر نحط معهم شوي فلفل ملونه تمام اوكي، ومن نحط معهم عشان نعطيهم النكهه. هلا خلص امورها جاهزه. الصويا صوص اهم مكون بهاي الوصفه. الصويا صوص هي اللي بتعطي كل نكهه الخضروات. وما بدنا نجيب البهارات اللي هي نفسها اللي بتيجي مع النودلز من كيلوكس. البهاراتهم دائما مميزه صراحه بنكهتها وطعمها، فحرام انه نضيعها. وما راح احط ولا ملح ولا فلفل ولا شيء، النكهات لحالها راح تكون طيبه ولذيذه. طيب عشان خلصنا هاي الوصفه وخلصنا الوصفات اللي عندك كمان، حطينا الصويا صوص. بدي اخذ معلقه النشا احطها في يوم هاي المعلقه النشا عشان تمسك شوي الصوص اللي راح نحطه، وراح نخففها بشوي مي. انتوا على فكره لازم تحلوها بالمي. بس انا لاني من جماعه متعوده على كل شيء، بس يعني انتوا بالبيت بدكم تديروا بالكم النشا لانه ما بدو، فبتذوبوه على جنب بعدين بتحطوا فوق الخضار. هيك الخضار بتخيل استواءها ممتاز. معي الصويا صوص بس حطيتها. الصويا صوص بتعطي ريحه كثير انا بموت عليها على فكره. خلص امورها هيك تمام. رح ناخذ كل شيء، رح ناخذ النودلز. هيا شوفوا ما شاء الله، شوفوا خلص انسلق واستوى واموره تمام. يعني انا بحب هدول الاكلات والولاد بحبوهم الصراحه كتير طبعا. وبفوت فيها خضره كثير منيح. ف أو بتقدروا تضيفوا عليها انتوا كمان الخضره اللي بتحبوها او الجاج اللي بتحبوها او دجاج مثلا. صح، وبتضلها سهله وسريعه ويعني ما بتحتاج هالوقت بالمره. وكمان زي ما حكينا انه هي النودلز يعني بيقعد فتره طويله بالبيت، فبتقدروا تجيبوا كميه وتخبوها. صح لاي وقت. صح مثلا مش عارفين شو تطبخوا شو تعملوا، بتكون هيك اموركم بسيطه. انا هاي غلبتني شوي. واحنا ان شاء الله رح نترككم اليوم لحلقه جديده وان شاء الله باخبار احسن وبظروف افضل. الى اللقاء.